جوز كلام. على مهلك ابو فاكير، على مهلك. يلا الحمد لله السلامة. ايه يبعت لي حملك، شو صاير معك ابو فاكير؟ عرضية جوزيف، عرضية، ما فيني شيء. ما في شيء اختي جوزيف، ما في شيء، لا تخافي، حادث صغير والحمد لله، شوية ردود مو أكتر. ولاد الحلال أسعفوه على المشفى اللي أنا بشتغل فيها، فقلت بوصله على البيت بعد ما اطمننا عليه. هدول المسكنات عطوا إياهم بالمشفى وأنا اسمحوا لي. تفضل جارنا، تفضل نشربك فنجان قهوة، مو حلوة هيك، تفضل. لا غير مرة أخي أبو فاكر، غير مرة. أنت تعبانة لو بدك ترتاح، يلا بخاطركن. يسلموا إيديك جار، كتر خيرك إلهي. الحمد لله على سلامتك، تقبرني. شو صار معك؟ كيف حاسس حالك؟ الحمد لله مجوزيف، الحمد لله اجت على خير، بس انحرق قلبي على السيارة، والله طحبشت طحبشي. اي فيداك حبيبي، الف الحمد لله اللي طلعت منها سالم. ايه الحمد لله. تفضل حبيبي، هاي الشوربة، ان شاء الله الف عافية يا رب. الله يعافي قلبك ويسلمك يا رب. طمني كيف حاسس حالك هلا؟ الحمد لله، بس والله يا مجوزيف مخنوق. السيارة الله أعلم اللي بدها تكلف، أنا صار لي فترة هلا بلا شغل، ما بعرف إمتى رح أتحسن وقدر رجع أشتغل. فاتورة المشفى كمان طلعت كبيرة لك. بسيطة حبيبي، إلا ما الله يفرجها. أبو فاكر مسك هدول. شو هدول؟ وين هدول مصاري حبيبتي؟ أنا كنت قيم مصاري على جنب لوقت الزنقة لحتى نجمع هالمبلغ، وهلأ أجا وقتهم. صلح فيهم السيارة ودبر أمورك والله بيعوضنا عنهم، المهم صحتك. الله يخلي لي إياك يا أم جوزيف، والله من يوم يومك بتدبر إياه. أبو فاكر بدي أحكي معك بشغلة. يلا لحظة حبيبتي، ربع ساعة لبينا ما خلص هالحلال بإيدي. خبرتك اني رحت شفت السيارة اليوم؟ لسه بدها شوي صغيرة، بكرة رايح استلمها. بس شو يا ام جوزيف، رجعت وكالي. اي الحمد لله. ابو فاكر في شغلة بدي اقول لك اياها. اي حبيبتي قولي. أم جوزيف أنا رايح ناحي الحريقة، أعطيني صورتك المبرومة لصلح لك إياها، مو القفل كان خربان؟ إمبلا، مو مشكلة هلأ أبو فاكر، بعدين بنساويها. لك ليش لساويها بعدين، رايح ورايح، الإسوارة شغلتها بسيطة، بشد قفل، عاتي. إيه مو مشكلة، أصلا أنا ما عم بلبسها. لك مو مشكلة هلأ، وقت بدك تلبسيها بتلاقيها جاهزة يلا. خلص أبو فاكر خليها هلأ، أصلا مو واصلة لإيدي. أم جوزيف شو القصة؟ وين الإسوارة؟ شبك عم تتململي وتتمكمكي، وين الإسوارة؟ أنا كنت بدي أقول لك، بس كل ما أجي لأقول لك ما يطلع معي الحكي، لا تزعل مني الله يخليك، بس والله ما تحمل قلبي شوفك مهمو، قمت بعتها مشان توفي هالدين وتصلح السيارة. لك أم جوزيف كيف تعملي هيك؟ كيف تعملي هيك بدون ما تخبريني؟ بعدين بتكذبي وبتخبي علي كل هالفترة؟ لك من إمتى بنكذب على بعضنا يا أم جوزيف؟ كذبة بيضة أبو فاكر، والله كنت بدي أقول لك. كذبة بيضة؟ شو يعني كذبة بيضة وكذبة سودة؟ هاي كذبة. بعدين احنا مو متفقين انه ما نمد ايدنا على الذهبات ابدا؟ ليش لك يا ام جوزيف ليش؟ لا وفوقها تكذبي علي. وبحث مجلس الأمن في جلسته المنعقدة مؤخرا الأزمة السورية في محاولة لإيجاد حل سريع. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده تسعى لمحاربة الإرهاب في سوريا. رئيس عبد الفتاح السيسي أن لا هو ولا أي رئيس مصري يستطيع أن يفرط في أي متر واحد من أرض مصر. إذا رؤساء دول أضرب أطرة عم بتكذب، وقفت علي زعلت مني لأني كذبت كذبة بيضة. بهي أفحمتيني جوز كلامه.